أطلق شركة HTC برنامج جديد يسمى HTC Preview يمكن المستخدمين التسجيل للحصول على فرصة لاختبار تحديثات برامجهم وحتى جوالاتهم الذكية. وقالت الشركة بأن التسجيل يأخذ فقط من 5 إلى 10 دقائق في البرنامج ويحتاجون إلى الإجابة على بعض الأسئلة لكي تتاح لهم تجربة الأجهزة والبرامج الجديدة. تمكنت إحدى شركات التقنية من ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد للأطفال على شكل خوذة صغيرة بدلا من الأشكال المعقدة وبسعر أرخص من جوال آيفون حتى تصل أسعارها إلى 229 دولارا أمريكيا فقط، كما يمكن حملها في أي مكان. والطابعة أمنة جدا في استخدام الأطفال لها، فبمجرد إعطائها أمرا بطابعة أي شيء تنغلق الفوهة لمنع الأطفال من وضع أيديهم بداخلها، وبمجرد الانتهاء من عمليات الطباعة تنفتح من جديد، وبعدها يحصل الطفل على ما طبعه. أعلنت شركة فيسبوك عن طرح خدمة جديدة SDK عبر تلفاز أبل، والتي ستمكن المستخدمين من استعمال العديد من خاصيات فيسبوك عبر التلفاز. والخاصية الجديدة من فيسبوك ستمكن المطورين من استخدام الدخول إلى حسابهم على فيسبوك باستخدام باقي التطبيقات على هذا التلفاز. وأخيرا أضاف موقع يوتيوب خدمة جديدة، وهي إمكانية إعادة تشغيل مقاطع الفيديو دون إنترنت. والخاصية كانت متاحة لعدد من الدول، وتمكن هذه الخاصية المستخدمين من الاحتفاظ بمجموعة من مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقا عبر الجوالات الذكية حين يكون الإنترنت غير متاح، ويمكن حفظ الفيديو عبر الضغط على زر أوفلاين لمشاهدته لاحقا. نهاية التكنولوجيا، إلى اللقاء.